تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد وصباح الخير في يوم الاثنين اللي يحبك كل اثنين. هذا اليوم الجميل يوم الاثنين اللي يبعد خطوتين عن يوم الخميس الونيس إن شاء الله. وإن شاء الله كان بداية الأسبوع كان بداية جميلة ومشرقة وإيجابية، وإن شاء الله يكون نهاية الأسبوع بعد نهاية جميلة، وخلال الأسبوع نحقق على الأقل إنجاز أو إنجازين. أحد الأهداف اللي احنا حددناها لنفسنا خلال الأسبوع ضروري جدا أن يكون عندنا كل أسبوع هدف ولو صغير نحققه خلال الأسبوع، عشان لما تي نهاية الأسبوع نحس أن احنا أنجزنا ويينا إحساس جميل بالراحة والإنجاز. هذا هو برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع قناتنا المتميزة إذاعة نور دبي. محدثتكم دكتورة ندى الملة. محمود إن شاء الله ما بيكون معي هالأسبوع، بيرجع لنا إن شاء الله الاثنين القادم، هو في مهمة رسمية ثقافية، فنتمنى له إن شاء الله كل التوفيق ويرجع لنا إن شاء الله بطاقة إيجابية أكثر، وناخذ منه لما يرجع بعض المعلومات عن رحلته الثقافية. طبعا هذا مثل ما قلت برنامجكم برامج صحة وسعادة نفتح من خلال قنوات التواصل، عن طريق قنوات التواصل المختلفة مالتنا اللي هو الاتصال 600-55-1414، الرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. طبعا هذه القنوات عشان توصلونا ملاحظاتكم شكاويكم الشكر اللي حابين تقدمونه، إذا عندكم رحتوا أي عيادة أي منشأة صحية تابعة لهيئة الصحة في دبي لقيتوا شيء يستحق أنكم ترفعون عليه ملاحظة أو شكوى أو تشكرون المعنيين موظف مركز على هذه الخدمة، وهذا الشيء الجميل اللي شفتوه إحنا قنواتنا دائما مفتوحة لكم. وطبعا الهدف من كل هذا هو تحسين الخدمات الصحية في دبي بشكل عام وفي المنشآت الصحية التابعة لهيئة الصحة في دبي بشكل خاص. طبعا مثل كل يوم تعودتوا تكون معنا الجميلة قلبا وقالبا أسماء الجناحي، تعطينا آخر أبديت أو آخر التغريدات وما هو جديد في عالم السوشيال ميديا. صبحت الله بالخير يا أسماء. صبحتم الله بالنور دكتورة. هلا يا أسماء، أنت اليوم في جايتكس؟ الحين جاي جايتكس واخذ المترو. ما شاء الله أهنيك صراحة لاستخدام وسائل النقل العامة. خبرينا يا أسماء شو عندك لنا اليوم من جديد؟ عندنا الأشياء، بس أول شيء نبدأ بالرسالة الصباحية اللي هي تقول ابحث عن طرق وتقنيات تساعدك في تخفيف ضغط العمل لديك في الابتكار الحقيقي، ليس في العمل الكثير ولكن في العمل بذكاء أكبر. صحيح، لا في الضفوك نشوف ناس يعني يضغطون على نفسهم يضغطون على نفسهم يشتغلون زيادة، بس في أشياء لو ضافوها في شغلهم بتعطيهم مجال يشتغلون زيادة بس يعني في أمور أكثر، مو بس يجدون في السمع الفاضي. صحيح، صحيح. غير هذا نحن نتمنى أن الكل يتابعنا في قنوات التواصل الاجتماعي، لأن وجودنا في جايتك راح نعرض وايد أشياء جديدة أصلا طلعت في هيئة الصحة، وتعتبر أيضا في كثير من الأمور الجديدة اللي طلعت التباقة على مستوى العالم، منها عند تطبيق جني اللي هو يعني يعتبر المميز في كل العالم ما في نفسه. صحيح، والتقنية الذكية المتكاملة، ففي وايد أشياء نحن يعني ضفناها في هذا المعرض وأردي مطبقة في هيئة الصحة، في بعضهم يعني تم تطبيقها من أسبوعين، في أشياء تم تطبيقها من شهر، لكن مستقبل هيئة الصحة ومستقبل القطاع الصحي راح يكون جدا مميز للناس. صحيح، بس تذكريني يا أسماء هيئة الصحة منصتها وين موجودة بالضبط في جايتكس؟ هيئة الصحة منصتها تقريبا موجودة في قاعة الشيخ سعيد. زين، عندنا منصتين، عندنا منصة في منصة دبي ذكية، وعندنا المنصة الرئيسية اللي هي S3C11، أول ما يدخلون قاعد الشيخ سعيد يحصلون. ممتاز، ممتاز يا أسماء، بس ذكريهم بحسابات هيئة الصحة في دبي في وسائل التواصل، من زمان ما ذكرناهم. حسابنا على تويتر انستغرام في انستغرام سناب شات وفريسكوب كلها DHA_دبي، اما على الفيسبوك ولينكدين ويوتيوب ودبي هيلث أثوريتي. شكرا لك يا اسماء، ونتراجع ان شاء الله خلال الاسبوع تعطينا ابديت عن جايتكس ومنصه هيئه الصحه بدبي. شكرا لك ونهارك سعيد.
إنزين حين نروح لدراستنا، عندنا اليوم دراسة تقول ارتفاع ضغط الدم عند الأم الحامل قد يزيد من خطر بدانة الطفل لاحقا. توصلت دراسة حديثة إلى أن ارتفاع ضغط الدم عند الأم الحامل قد يجعل طفلها مؤهلا للإصابة بالبدانة. قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 88 ألف أم وطفل في الصين، حيث تحرى الباحثون ضغط دم الأمهات في كل ثلث من الحمل، ثم جرى وزن الأطفال في المرحلة العمرية بين 4 و7 سنوات. أظهرت نتائج الدراسة بين الأطفال المولودين لأمهات كنا يعانين من ارتفاع ضغط الدم في أثناء الثلث الثاني من الحمل ازداد لديهم خطر البدانة بنسبة 49%، في حين بلغت الزيادة في خطر البدانة 14% عند الأطفال المولودين لأمهات كنا يعانين من ارتفاع ضغط الدم في أثناء الثلث الثالث من الحمل، وذلك بالمقارنة مع الأطفال المولودين لأمهات كان ضغط الدم لديهم ضمن الحدود الطبيعية. يقول المعد الرئيسي للدراسة جو شينغزينغ الأستاذ بجامعة كينجادو في الصين والأستاذ أيضا بجامعة كامبريدج البريطانية، تعد دراستنا الأولى التي تظهر بأن ارتفاع ضغط الدم في أثناء الحمل يترافق مع خطر أكبر لزيادة الوزن والبدانة عند الأطفال. ويضيف زينغ لاحظنا بأن خطر البدانة يبقى قائما وإن كان بدرجة أقل حتى عند الأطفال الذي كان ضغط الدم عند أمهاتهم ضمن الحدود الطبيعية العليا. وبحسب الباحثين فإن نتائج الدراسة تؤكد على ضرورة أن تعمد الأمهات الحوامل لضبط أوزانهن في أثناء الحمل للتقليل من خطر البدانة عند أطفالهن. جرى نشر نتائج الدراسة في 27 من شهر سبتمبر الماضي في مجلة علم الغدد والاستقلاب السريري. يعني باختصار الدراسة تبين أن إحنا الأمهات خلال فترة الحمل كل شيء يتم في جسمنا، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع السكري، زيادة الوزن، حتى قلة النوم عند الأم الحامل يأثر في طفلها، وليس فقط أثناء وجوده في الرحم ولكن حتى بعد ما يولد ويكبر. مثل ما شافت بينت هاي الدراسة أن ارتفاع الضغط عند الأمهات خلال الحمل يسوي زيادة في نسبة البدانة عند الأطفال على العمر 4 إلى 7 سنوات. عندنا مكالمة ما بنطول عليه. صباح الخير، السلام عليكم. صباح الورد. وعليكم السلام. هلا اخوي، هلا اخوي جاسم، تفضل. بارك الله فيك. بالنسبه للمسجات المواعيد بالنسبه لهيئه الصحه عامه في دبي، قبل النظام غيرت النظام كان صحيح. في مسجات بالعربي صحيح، الحين حولوه بالانجليزي. صحيح، الحمد لله نعرف، اما العيايزنا وشيابنا يبونا بابا ترجم لنا هذا متى موعد، شو عندي ومتى موعد. صحيح صحيح صحيح. بس أخوي ترى لغة المسجات الرسائل النصية القصيرة توصلكم ممكن تغيرونها من العيادة نفسها، تتوجهون للعيادة؟ كلمت العيادة وصرت أنا مستشهد بي بنفسي في العلاقات العامة وفي الإدارة، قالوا والله هذا النظام أمريكي ولو أنت تتريون علينا كم شهر. قلت ما يبي لي شيء. هذا الحمد لله مقترح إنه في النظام كده كمبيوتر تدق ترجمة قبل ما ترجمك بالعربي، إن الله غفور رحيم. صحيح. شكرا لك على هالملاحظة أخوي جاسم. أنا إن شاء الله بحرص أن أنقل المعنيين في سلامة وفي قطاع الرعاية الصحية، إن منشآت الصحية تابعة لهيئة الصحة بشكل عام، إن المسجات مفروض توصل مثل ما تفضلت طبعا بالعربي، لأن طبعا العربي اللغة العربية هي لغتنا الأم، مفروض يتقدم العربي أصلا على الإنجليزي. طويل العمر يعني وثق اللغة العربية اللغة الرسمية مداولات كتب الرسمية في دولة الإمارات شيخ محمد بروحة. صحيح صحيح أكيد. وملاحظة الثانية، أمس صرفوا لنا أجهزة قياس السكر في مركز السكري في دبي. الأجهزة الجديدة اللي أعطونا ما متوفرة لإبر ماله. يقولك والله أنت استعمل القلم والنل القديم لغاية نحن نوفر لك. قلت زين إذا أنت أعطيتني جديد، وأنا هذا وديت هيئة عمار خيرية، قلت الجهاز قديم على الشرطة أعطيتهم. صحيح. أنا اليوم شو استعمل؟ قلت والله تعال بنطلبك طلبيه عشان يعطونا قلم، يعني قلم جديد، قلم من أقلام القديم ونصرف لك إبر جديد. ما يصير طالما انت تصرف جهاز جديد ومفروض يكون هذا بعد ويا الإبر مال انت طالب. صحيح صحيح اكيد لازم يعطونك جهاز متكامل، لان ما تقدر تستخدم الجهاز من غير إبر الحين. ايوه انا عطيتهم الجهاز، اعطيتهم الإبرة، ما كنت اعطنهم، زين حاطينه في البيت احتياط.
بارك الله. ما يهمك أخوي جاسم، فايلك طيب، إن شاء الله نوصل ملاحظتك المعنيين، وشاكرة لك تواصلك ونهارك سعيد. شكرا لك. إنزين يا عيسى، نطلع فاصل، يلا فاصل وراجعين. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. طبعا مثل ما قلنا قبل أول فاصل أن هذا الأسبوع كامل سيخصص برنامجنا برنامج صحة وسعادة لتغطية فعاليات جايتكس من منصة هيئة الصحة في دبي، لأن في وايد تطبيقات وايد أمور جديدة قدمتها هيئة الصحة في دبي خلال معرض جايتكس. واحدة من التطبيقات الذكية الجميلة احنا تكلمنا عنها من قبل شهور والحين دخلت حيز التنفيذ وما شاء الله متوفرة، هو تطبيق دمي. تطبيق دمي اللي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وذلك طبعا أطلقتها هيئة الصحة بدبي ضمن جهودها المستمرة لتقديم خدمات متميزة تحقق أقصى درجات رضا للمتعاملين. بنتعرف على تطبيق دمي، ما هو، شو فايدته، و يعني دردشة خفيفة مع الدكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم، تتواصل معنا عن طريق الهاتف. صباح إن شاء الله بالخير دكتورة مي. صباح النور والسرور. هلا يا دكتورة. طبعا أول شيء نتعرف على تطبيق دمي الذكي، شو هذا التطبيق وشو أهميته؟ نعم، تطبيق دمي هو تطبيق ذكي موجود على الهواتف المحمولة، موجود على في الأندرويد والأبل ستور، والغاية من عنده طبعا تسهيل عملية التبرع بالدم والوصول إلى أكبر عدد من الجمهور، لأن التطبيق يحمل معلومات عن التبرع بالدم، تشمل مثلا شروط التبرع بالدم، فوائد التبرع بالدم، رحلة المتعامل، شو هي المراحل اللي يمر بها المتبرع بالدم إذا يرغب بالتبرع بالدم الكامل أو يتبرع بالصفائح الدموية أو في حالة الحاجة إلى استشارة طبية. بالإضافة لهذا واللي يميز طبعا هذا التطبيق على مستوى الشرق الأوسط مثل ما قلنا وأوروبا حسب ما عملنا إحنا تحرياتنا، أنه التطبيق يتيح للمتبرع من قراءة المعلومات التثقيفية والتوعوية قبل التبرع بالدم، وتعبئة الاستبيان الخاص بالتبرع بالدم، وهو طبعا استبيان يحوي تقريبا 43 سؤال يجب على المتبرع أن يرد على هذه الأسئلة، وطبعا هذه الأسئلة تخص حالته في نفس يوم التبرع بالدم، صحته بصورة عامة، تاريخ المرضي للمتبرع. وهذا طبعا دائما المتبرعين يأخذ من وقتهم داخل المركز 15 دقيقة ولازم يكون الإجابة عليه بخصوصية. الحين التطبيق يتيح للمتبرع أنه يقرأ المعلومات ويرد على الأسئلة على راحته، ويكون هو في بيته مثلا أو يكون هو في مكتبة أو في أي مكان ثاني، بعد ما ينتهي من الإجابة ويرسل الإجابات يطلع له كود، وهذا الكود بس يشرفنا ويجينا للمركز نقرأ في ثواني، تنتقل كل المعلومات إلى النظام الإلكتروني والملف الخاص بالمتبرع. وهذا طبعا شيء جديد بالنسبة للبنوك الدم، تطبيق ذكي يسهل من عملية التبرع بالدم ويقلل من الوقت بالنسبة للمتبرع، بالإضافة إلى أنه طبعا يزيد من الإنتاجية الموظفين عندنا، بدل ما يصرف وقت الموظف يسجل متبرع ويراجع الاستبيان ويا المتبرع، راح يدخل فورا إلى الملف الطبي للمتبرع. بالإضافة طبعا أنه التطبيق يتيح للجمهور من تسجيل بياناتهم في حالة رغبتهم للتبرع فقط في الحالات الطارئة، فإذا في أشخاص مثلا يحبون أن يسجلون بياناتهم ويقولون اتصلوا فينا فقط إذا كان في عندكم حالة طارئة، هذا بعد التطبيق يتيح لهم تسجيل بياناتهم، حتى طبعا يفيد بنوك الدم أنه نكبر قاعدة البيانات بالنسبة للأشخاص اللي يرغبون بالتبرع بالدم، لأن طبعا دائما احنا نقول أنه التبرع بالدم عمل إنساني، أنه الدم ما يجي إلا من بشر، فالوصول للمتبرعين هو من أهم أسباب نجاح خدمات نقل الدم الوطنية في أي بلد.
صحيح. دكتورة مي، طبعا مثل ما انت ذكرتي في اختصار رحلة المتعامل، المتعامل يكون بالعادة مشغول ما عنده وقت، يعني هو ناوي يسوي يتبرع بالدم وبعد هذا يعني يخلص هالمهمة، ممكن اقول عنها الوطنية اللي هو تبرع بدمه لانقاذ حياة الاخرين، فاختصرت رحلة المتعامل. فاحنا مثل ما انت تفضلتي تنصحين الناس انهم يعبون الاستبيان الموجود اللي هو 45 او 43 سؤال، يعبونه قبل حضورهم للمركز لتسهيل رحلتهم في مركز التبرع للدم. نعم، أنا طبعا أشجع الجمهور ينزلون التطبيق يقرون المعلومات، لأن في وايد معلومات حلوة، في معلومات عن شروط التبرع بالدم، في معلومات عن التبرع، فوائد التبرع بالدم، وبعدين في حتى حاطين احنا معلومات عن فعالياتنا، حاطين مثلا صور من حملة الدم الوطني، حاطين صور من حملة تكون الأول بالتبرع بالدم، كثير فعاليات حاطيها يطلعون عليها، وحابين طبعا بعد انهم يشوفون وين يروح الدم، كاتبين يعني حاطين داخل المعلومات انه الدم اللي يتبرع به المتبرع وين يروح والمن يفيد، وهذه طبعا معلومات تثقيفية بصورة عامة، زائدا معلومات تشجع الجمهور حتى يفهم شو أهمية التبرع بالدم وكيف هم دا يساهمون في انقاذ حياة 3 إلى 4 اشخاص في كل تبرع يقومون فيه يعني لوجه الله. صحيح. دكتورة مي، هل التطبيق هذا والأبليكيشن يعطينا انذارات أو تنبيهات في حالة أنتم محتاجين فصيلة معينة من الدم؟ نعم، في خلال التطبيق الأشخاص اللي نزلون التطبيق ممكن يستلمون notifications، يعني رسائل قصيرة توصلهم من قبلنا، فإحنا إن شاء الله مثلاً لح نبعث مثل باليوم العالمي للمتبرع بالدم، نبعث مثل بمناسبة حملة الدم الوطني، بالإضافة لهذا ممكن إنه نستخدمه مثلا الإعلان عن نقص في فصيلة معينة بالدم، حتى الأشخاص المتواجدين قريبين على مراكز التبرع بالدم أو حملاتنا اليومية ممكن انه يتوجهون الى هذاك المكان ويتبرعون بالدم، وهذه طبعا جدا مهمه لان يبقى في تواصل بين المتبرعين وبين الجمهور، حتى اللي ينزلون التطبيق بس بعد ما يعني انه صار عندهم الوقت يتبرعون يكون تواصل مستمر مع المركز حتى يسمعون عن اخبارنا وفعالياتنا واحتياجاتنا. طبعا ممتاز. دكتوره مي، انت ذكرتي ان في نوعين من انواع التبرع اللي هو التبرع بالدم والتبرع بالصفائح، لو ممكن نعطي باختصار الفرق بينهم. نعم، وطبعا بالتطبيق مشروح كل واحد منهم. التبرع بالدم الكامل هو انه يتبرع المتبرع بالدم اللي هي الطريقه التقليديه، دم كامل اللي يجمع في كيس نسحب 450 مللتر بالتبرع الواحد، وياخذ هذه العملية تقريبا بين 6 إلى 7 دقائق من المتبرع، يعني بالنسبة للعملية سحب الدم من الوريد إلى كيس المقصص للتبرع بالدم، وهذا طبعا الدم يروح للمختبر ويفصل إلى مكوناته، فنطلع كريات دم حمراء مركزة اللي يستفادون منها مرضى اللي عندهم فقر دم، ونطلع من الكيس الدم بلازما اللي هي سائل يحتوي على كثير من العوامل التخثر وبروتينات، وتستخدم للمرضى اللي عندهم الحروق أو عندهم نقص في حجم الدم. لكن التبرع النوع الثاني اللي هو التبرع بالصفائح الدموية، هو المتبرع أنه يجي للمركز والتبرع يكون باستخدام جهاز خاص يسحب الدم كامل بس يفصل الصفائح الدموية، وهي طبعا خلايا موجودة في الدم تساعد على عملية التخثر، فالمرضى اللي في عندهم نزيف أو عندهم مثلا اعتلال وراثي في عمل الصفائح الدموية يحتاجون إلى نقل صفائح دموية بصورة متكررة. هذا التبرع طول التبرع تقريبا ساعة كاملة، لأنه يعني إجراء أنه الدم يدخل داخل جهاز طبعا آمن وسليم، ويوميا احنا بنسحب تقريبا 25 إلى 30 متبرع على جهاز الصفائح الدموية لأنه في حاجة كبيرة لها. ممتاز. في بعد أدنى نوع ثالث من التبرع بالدم اللي دخلناه سنة عام 2016، وهو التبرع بوحدتين دم مركزة بنفس الطريقة في جهاز مخصص لسحب الدم ويرجع للمتبرع ساعة
سلاين اللي هو محلول متعادل حتى ما يأثر على المتبرع. وطبعا هذا يفيد المرضى اللي يأخذون دم بصورة متكررة مثل مرضى الثلاسيميا. صحيح. أنا كانت لي زيارة قبل مدة طويلة لمركز تبرع للدم، بس حابة أشكر كافة الموظفين العاملين صراحة. لما تدخل مركز تبرع للدم تلاقي خدمة ولا أروع، يستقبلونك من عند الباب ويقعدونك، وحتى أتذكر ضيفوني بعد بسكوت وشاي أتذكر، لأن عارفة يا تبرع بالدم، فصراحة يعني خدمة فنادق موجودة. نشكرك دكتورة مي. بس لممكن في النهاية نذكرهم بمواعيد عمل مركز التبرع بالدم. نعم، احنا نشتغل يوميا من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 7 مساء لاستقبال المتبرعين بالدم من يوم الأحد إلى يوم الخميس. ويوميا في عندنا حملات للتبرع بالدم خارج المركز باستخدام حافلات بنك الدم المتنقلة، وممكن تتصلون بالمركز عشان الشخص اللي يحب يعرف وين موجودة الحملة هذا اليوم. ومن ضمن طبعا مخططاتنا لتطوير الموبايل أبليكيشن، التطبيق الدمي إن شاء الله في الأشهر القادمة، وننزل أماكن تواجد حافلات بنك الدم المتنقل بصورة يوميا على الموبايل أبليكيشن. بس هذا من ضمن الخطة لتطوير التطبيق حتى يكون في استفادة أكثر للجمهور اللي يستخدمه. ممتاز، شاكرين لك دكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي لتبرع الدم، شاكرين لكم جهودكم وكل التوفيق إن شاء الله، ونهارك سعيد. الله يسلمك، شكرا لكم. شكرا لك، مع السلامة. وصلنا لثاني فاصل في برنامجكم صحة وسعادة، فلا تروحون بعيد، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. طبعا هذا الأسبوع جايتك شغال في مركز دبي التجاري العالمي، وهيئة الصحة في دبي لها منصتين في معرض جايتكس في قاعة الشيخ سعيد. فتستعرض هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها بمعرض جايتكس للتقنية 2017 حزمة من تطبيقاتها الذكية الموجهة لمختلف شرائح وفئات المجتمع. بنتعرف على هذه التطبيقات ومميزاتها وكل جديد تقدمه هيئة الصحة من خلال منصتها في جايتكس. عشان يكون معنا في الاستوديو الأستاذ وليد الظهوري رئيس قسم التطبيقات المؤسسية بهيئة الصحة في دبي. صباحك الله بالخير أستاذ وليد. صباح الله بالنور والسرور دكتورة. أول شيء نتعرف على أهم التطبيقات اللي بتعرضها هيئة الصحة خلال معرض جايتكس للتقنية 2017. نبدأ أول شيء بمنصتنا نحن الرئيسية، نعرض هناك تطبيق DHA My Chart. تطبيق DHA My Chart هو أطلقناه بتزامنا مع السلامة، ملف الطبي الإلكتروني اللي يخدم الجمهور من ناحية التحاليل الطبية، المواعيد، الزيارة، وبعد في خاصية جديدة اللي هي التواصل المباشر مع الدكتور. مع منصة حكومة دبي الذكية نعرض تطبيق نحن صحتي وطفلي وحياتي. طبعا هذا هي مشاركتنا للسنة هذه. ممتاز. انت اول شيء ذكرت تزامن مع السلامة، بما انه سلامة الحين الشغل الشاغل هيئة الصحة في دبي، انطلاق في معظم في كل مراكز هيئة الرعاية الصحية الأولية ومعظم المستشفيات، وان شاء الله بنغطي كافة المنشآت على شهر نوفمبر 2017. فممكن تعطيني فكرة شو هو ماي تشارت، كيف ممكن افعل ماي تشارت، شو فدى لي انا كمتعامل؟ طبعا DHA My Chart يغطي ملفك الطبي الإلكتروني. من خلال التطبيق هذا نفسه تطلع على نتائج التحاليل الأخيرة، المواعيد القائمة، المواعيد القائمة، المواعيد السابقة، إذا بغيت بعد تبغي تلغي موعد مستقبلا تلغيه. ممتاز. بعد ملخص الزيارة، وفي مثل ما ذكرت أنا التواصل مباشر مع الدكتور نفسه سواء كان دكتور جلدي ولا رعاية أولية. ممتاز. انزين، وبعد بالإضافة لهذا كله خطوات التسجيل، هي أول شيء لازم تسيرين الموعد في العيادة، يعطونا هناك رمز سري لماي تشارت بين كود. صحيح. بعد ما تاخذين البين كود هذا تسيرين لموقع الهيئة الخدمات الإلكترونية، تسيرين عند الخدمات الإلكترونية تسجلين، بعدين تدخلين في DHA My Chart، تدخلين داخل تحطين الرمز السري وتاريخ ميلادك، وبعد ما تدخلينه وتفعلينه تقدرين تنزلين تطبيق ماي تشارت من آب ستور ولا أندرويد. بعد ما تصير هو نفس اليوزر نيم اللي فعلتي على موقع الهيئة، تقدرين تدخلين فيه وتطلعين على خصائص التطبيق نفسه. ممتاز. طبعا من التطبيقات الذكية الأخرى احنا عندنا تطبيق صحتي، هو تطبيق الأساسي اللي كان الناس تدخل من خلاله تشوف تحاليلها تشوف مواعيدها. فشو الجديد وشو الخدمات الجديدة الموجودة في صحتي الحين؟
الحين نحن تزامنا مع استراتيجية حكومة دبي الذكية قاعدين نجمع كل خصائص التطبيقات الثانية في تطبيق صحتي. فدبي دكتورز سابقا كان موجود ألغيناه، الحين خصائص دبي دكتورز موجودة في الهيئة لطلع على لو تبحث عن دكتور معين ولا عن تخصص معين ولا عن عيادة معينة أو تتأكد من صلاحية لايسنس الدكتور هذا نفسه ولا الرخصة المهنية للدكتور هذا نفسه. صحيح. بالإضافة للخيارات الثانية اللي هي لو حبيت تزور عيادة معينة تأخذ تكت وانت موجود في البيت تذكرة أساس توفر عليك الوقت والجهد نفسه. صحيح. تطبيق صحتي فعلا ممكن واحد يحجز له رقم في نظام الأدوار أو الكيو سيستم عشان لما يجي العيادة، يعني خصوصا في العيادات المزدحمة اللي فيها ممكن الكيو أرقام الكيو ممكن تطول، فممكن أنا أحجز رقم من البيت وأوصل العيادة على طول أتوجه لكاونتر التسجيل. في تطبيق آخر إحنا عندنا في الصحة في دبي، ما شاء الله تطبيقاتنا ما شاء الله كثيرة، وكل الجميل لكل تطبيق يعنى بشيء معين وموجه بشكل عام لشيء معين. عندنا تطبيق حياتي وطفلي، تطبيق حياتي موجه لفئة معينة من المتعاملين، فمن هي هالفئة الموجهة لتطبيق حياتي؟ تطبيق حياتي هو موجه أول شيء للنوع الأول من السكري دايبيتيز والنوع الثاني، وبعد موجه للتوعية لتجنب الأمراض هذه. صحيح. في مقالات، في وجبات غذائية. فشو اللي يساعد التطبيق هذا؟ نفس الشيء تسجل قبل وبعد كل وجبة انت شو اللي نسبة السكري، وبعد من خلال التسجيل التطبيق نفسه ينبهك هل انت في يعني خطر ولا على المستوى الطبيعي ولا لا. انزين، وبعد الأدوية، تذكير بالأدوية، تذكير بالضغط الدم، كل شيء. وهذا التطبيق هو تطبيق حياتي مربوط بإنترنت الأشياء اللي هو الأجهزة الذكية اللي هي فتبت من خلال يقيس الحركة. انزين، بعد النوم، وبعد تدخلين كمية الماء اللي شربتيها هل هي جيدة ولا لا بعد كذلك. ممتاز. انت ذكرت نقطة مهمة استاذ وليد اللي هو انترنت الاشياء. في وايد ناس تسمع الحين في الاعلانات انترنت الاشياء، انترنت اوف ثينجز، فشو معنى انترنت الاشياء واهمية تطبيقه في النظام في ضمن العمل الطبي او صحة المريض؟ فشو انترنت الاشياء؟ انترنت الاشياء هي اجهزه، يعني الحين عشان تفادي الادخال اليدوي هالاجهزه تساعدك تتدخل على طول بشكل تلقائي. فشو تسوي هالاجهزه الانترنت الاشياء؟ هي موصوله بالانترنت. انزين، مثلا جهاز الحركه فيتبيت مثل ما ذكرت انا، انت تتحركين بشكل تلقائي اليوم، هو بروحه بشكل تلقائي يقيس الحركه اللي سويتيها في كل يوم ويسجلها في التطبيق. عدد الخطوات، ممكن عدد الكالوريز اللي انحرقت خلال النشاط، ممكن خلال المشي. ايوه، نحن كتطبيق نحن ناخذ عدد الحركات اللي خدتيها في اليوم مش السعرات الحراريه على اساس نقول لك هل انت تحركت اليوم بشكل اكتف بشكل نشط ولا غير نشط. ممتاز. انترنت الاشياء عندنا نحن الجلوكوز اللي يقيس مستوى السكر في الدم، هو مربوط بعد انترنت الاشياء عن طريق خدمه اي هيلث في الايفون نفسه. ممتاز ممتاز. فهذا مثل ما انت تفضلت يعني يشيل فكرة اللي هو الادخال اليدوي. نعم. مباشرة يتم ادخال كافة البيانات في التطبيق. هل بيانات كلها تدخل في التطبيقات مثل تطبيق حياتي؟ كيف ممكن الطاقم الطبي يستفيد من المعلومات الموجودة؟ نحن حاطين خطة إن شاء الله يكون الطاقم الطبي يكون على اطلاع بالبيانات هذه. وحاليا الخدمة الموفرين بشكل أسهل شيء، مرضى السكري بالعادة يأخذون وياهم دفتر صغير. صحيح. يسجلون فيه المواعيد. هذا التطبيق بيوفر الوقت عليهم هم من ناحية الإدخال نفسه، بيكون بشكل إلكتروني في التطبيق. ممتاز. انزين، الشيء الثاني عندك ملخص بشكل يومي على مستوى السكر، ملخص بشكل أسبوعي، ملخص بشكل شهري. ممتاز. ويقدر يرسل يعني لو كان في منطقة نائية وحب يشارك البيانات هذه مع الدكتور يقدر يرسلها بشكل إلكتروني للدكتور بشكل مباشر أساس الدكتور يقول له هل هو بصحة جيدة ولا محتاج لزيارة للعيادة عندنا نحن. ممتاز. يعني كل البيانات اللي تدخل في الابليكيشن يتم تشاركها مع الطبيب المتابع لحالة المريض، فبالتالي يكون الطبيب مثل ما نقول updated يعني بحالة المريض، قراءات السكر مالته، إذا يحتاج تدخل منه أنه يستدعي العيادة أو المستشفى. فأعتقد أن هذا ثورة في عالم الطب أن الطبيب يكون متابع مستمر للمريض حتى لو المريض ما كان موجود في العيادة. وهي أعتقد واحدة من توجيهات حتى سمو الشيخ محمد برشت المكتوب أن الحكومة توصل الناس في بيوتها، فلما أنا أكون متواصل مع طبيبي من غير ما أتوجه المركز الصحي وطبيبي يكون على علم بكافة تحركاتي، قراءات السكر مالتي، أعتقد هذه يعني أفضل شيء ممكن أقدمه أنا للمريض. لأن نحن من التحديات اللي واجهناها اليوم يقول لي الدكتور أنا عندي مريض في منطقة نائية، كيف أخلي أطلع على تقرير المريض هذا نفسه؟ صحيح. فخلنا وفرناهم هالخاصية عن طريق البريد الإلكتروني بشكل مباشر للدكتور نفسه على أساس أنه ملخص. صحيح. طبعا تطبيقات احنا عندنا في هيئة الصحة كثيرة، واكيد اللي يطلعون تطبيقات ممكن يتكلمون اللغة العربية او الانجليزية، فشو في لغات متوفرة في هالتطبيقات؟ بشكل عام كل جميع تطبيقات الهيئة موفرة باللغة الانجليزية والعربية على اساس تسهيل الموضوع. ممكن في المستقبل مثلا نحطها بلغات اخرى للناس اللي يتكلمون غير الانجليزي ممكن؟
نشوف على حسب الطلب، بندرس الموضوع إن شاء الله، وعساس أن نوفر لكل الفئات اللي محتاجة للخدمة هذه. ممتاز. عندنا أحدث تطبيق نزل، تطبيق المزاد الذكي، تكلمنا عنه بملخص قبل فترة، بس نرد نذكر في الناس إنه شو المزاد الذكي، شو التطبيق، من يقدر يشارك فيه؟ طبعا عندنا نحن في هيئة الصحة بدبي في المستشفيات نفسها في أماكن مخصصة للمزايدات، يعني مثلا لو شخص يبغى يأجر محل عندنا في هيئة الصحة خلاص ما له داعي يمشي بشكل ورقي بشكل كامل، الحين بالطريقة التطبيق الإلكتروني كمستثمر ولا كشخص يشوف عندنا نحن شو الأشياء الموفرة كمزادات، يشارك فيها إلكترونيا ويوفر كل شيء إلكترونيا، ويوفر عليه عناء المتابعة والاطلاع على آخر المستجدات والتحديثات بعد. ممتاز. فهذا مثل ما تفضلت إن واحد ممكن يشارك في المزادات اللي تسويها هيئة الصحة، حاب يستأجر أي ركن أو محل في هيئة الصحة في دبي تابع لأي منشأة صحية، فينزل هذا الأبليكيشن هو المزاد الذكي. هل عندك أستاذ وليد إحصاءات كم مرة استولى داونلود أو كم إقبال الجمهور على مثل التطبيقات الذكية في هيئة الصحة؟ عندنا نحن تطبيقاتنا الأساسية تطبيق صحتي وصل تقريبا 50,000 داونلود، إنزين، وتطبيقات الثانية اللي تتراوح بين 10,000 لل 20,000 تقريبا، وعندنا إقبال في تطبيقات تستخدم بشكل يومي بشكل كبير. ممتاز. مثل تطبيق عندنا نحن طفلي، بتكلمش تطبيق طفلي، تطبيق طفلي هو موجه للأم مخطط أنها تحمل بعد خلال فترة الحمل شو الأعراض اللي بتمر فيها الأم، وبعد فترة الحمل للطفل يوصل 5 سنوات. ممتاز. فمن خلال التطبيق هذا الأم تعرف شو العوارض اللي تمر عليها هي، هل هي طبيعية ولا مو طبيعية. ممتاز. ومتى ممكن مفروض كم بالعادة يجيها قلق من الموضوع هذا. صحيح. فهذا كطبيب مرافق يوجه الأم، وبعد في ينبهها في حالة إنه لازم تمر على الدكتور على أساس تراجع بعد نفس الوقت. ممتاز. وبعد مراحل نمو الطفل نفسه. فهذا مختصر عن نحن التطبيق، وبعد في مقالات عن كيف مراحل الحمل، شو لازم تسويها الأم، شو الأغذية، شو الطفل، شو لازم كيف تتصرف مع الطفل، كيف الطفل يعني ينمو بشكل مفصل يعني. وجميع التطبيقات هذه هي بالعمل مع أطباء متخصصين عندنا نحن في الهيئة. فالمحتوى مخصص لنا نحن كإماراتيين ولا كل العرب، وهذا من أنواع الفريدة اللي تحصلها في التطبيقات موجودة. ممتاز. الحين احنا عندنا أكثر عن تطبيق، فهل في خطة مثلا في المستقبل إن كلها تطبيقات تندمج يسوي تطبيق واحد أنا أدخله وأقدر يعني في تخصصات تحت هذا التطبيق، ولا بتتم تطبيقات نفس ما هي منفصلة؟ نحن حاطين استراتيجية إن التطبيقات الخدمية بيكون لها تطبيق واحد، بس تشوفي تطبيق طفلي وحياتي هي تطبيقات توعوية مش خدمية. صحيح. فهي بالنسبة لي توعية الأم، ففاصلينها تقريبا، وبعد تزامنا مع استراتيجية دبي حاطين نحن استراتيجية إن خدمات الهيئة تكون إن شاء الله كلها موجودة مع السنة القادمة في تطبيق واحد. ممتاز. ومما يسهل على المتعامل الوقت والجهد إنه يدور على التطبيق نفسه، وحاليا مثل ما قلناش نحن اوريدي دمجنا بعض التطبيقات في تطبيق واحد. صحيح. وماشيين مع الاستراتيجية هذه. ممتاز. من خلال زيارتك لمنصة هيئة الصحة في دبي في جايتكس التقنية 2017، شو لقيت الإقبال على المنصة، وشو أكثر شيء يلفت انتباه الناس في منصة هيئة الصحة في دبي من ناحية التقنية؟ من ناحية تقنية عندك تطبيق دامي اللي أطلقناه مع دكتورة مي. صحيح. عندك نظام سلامة ملف الطبي الإلكتروني مع ماي تشارت، وعندك عندنا نحن الصيدلية الذكية. صحيح. عندك نظام سالم. نظام سالم هو نظام اللياقة فحصات اللياقة البدنية طبعا، وعلى منصة حكومة دبي الذكية عندنا نحن زوار كثير يجونا نحن يطلع على تطبيقات الهيئة ويشوفون تجربة الهيئة من ناحية خدمات ذكية إن شاء الله. في عندنا رسالة وصلتنا يقول بما ذكرت نظام سالم، تقول يسعد صباحكم، عندي ملاحظة على هيئة الصحة، أنا مسؤولة في أحد تساهيل دبي، قدمنا على نظام سالم لطباعة الفحص الطبي للإقامة من شهر 4، وللحين ما توفرت الخدمة عندنا، وللعلم دفعنا الرسوم المطلوبة وتواصلنا مع الدعم الفني وخدمة العملاء، وللحين ما شيء حل. فشو رأيك أستاذ وليد في الرسالة؟ والله شوفي لازم جماعة اللياقة البدنية إدارة اللياقة البدنية توصلوا مع الجماعة هيلة ويشوفونهم شو الإشكالية، وجماعتنا نحن بشكل أساسي يعني متعاونين يعني. صحيح. إن شاء الله بيحلوا الموضوع في أقرب وقت إن شاء الله، وإحنا بعد من دورنا نحول الموضوع الميرة
راح تحول المعنيين وخلاص مين راح حولته، وإن شاء الله ما تحصلون إلا كل ما يرضيكم. إنزين أستاذ وليد، الحين بالنسبة لتطبيقات هيئة الصحة والجديد في هيئة الصحة من ناحية التقنية، شو مخططاتنا بالناحية التقنية بشكل عام لهيئة الصحة؟ يعني واحد لما يشوف نظام سلامة ما يشارب تطبيقات يقول خلاص إحنا وصلنا، ولكن هيئة الصحة دائما في تجديد، فشو الخطة؟ في أشياء ممكن تتنفذ في المستقبل القريب أو المستقبل البعيد، شو الخطط التقنية لهيئة الصحة؟ هيئة الصحة قاعدة تدرس الخدمات كلها ونشوف شو الخدمات اللي عليها إقبال كبير من ناحية إجراءات إدارية. طبيعة خدماتنا نحن محتاجة لزيارة، صحيح. يعني الفحص الطبي محتاج لزيارة، فحص الدم، فحص السكري، صحيح. فهذا لنا خصوصية معينة في خدماتنا، لازم المتعامل يصير، لأنه ما في طريقة أن ناخذ عنك الدم أو يفحصك الطبيب من غير ما تكون موجود، صحيح. إنزين، فنحن اللي بنسويه نحن أتمت الجانب الإداري للخدمة نفسها. جميل. يعني نشوف شو الخدمات، شو الحين الخدمات محتاجة للدكتور ولا الجراحة. هذا طبعا ما نقدر نأتمته، بس الجانب الإداري مثلا الزيارة ونفس الموعد وهذا بنحول. أنا قاعدين ننسق مع الحين مثل ما قلنا أطلقنا نظام السلامة الملف الطبي الإلكتروني، صحيح. اللي هو بيساعد كثيرا في العملية هذه، وإن شاء الله على الخطة الجاية حاطين تكون في الخدمات كثيرة مدروسة مع سلامة، أن نوفر الوقت والجهد على المتعاملين يكونوا في البيت، في خدمات كثيرة إن شاء الله بتخلص. ممتاز. مثل ما ذكرت الجانب الإداري، يعني نخلي الجانب الطبي أن دائما زور الطبيب والطبيب يفحصك، هذا يجب أن تنورونه في العيادة وزورونه، ولكن الجانب الإداري في خدمات يومية إدارية المتعاملين يطلبونها، مثلا إصدار تقرير طبي، إصدار بدل فاقد دفتر تطعيم، إصدار بطاقة صحية، فهل هاي راح تكون في المستقبل عن طريق أبليكيشن واحد يقدمه مثلا ويوصله للبيت أو يروم يطبعه في البيت؟ في آلية معينة راح تكون مثل الخدمات الإدارية اليومية؟ في عندنا نحن بالنسبة للتطعيم حاليا تطعيم تطبيق صحتي، تحطين تطعيم هو يعطيك تاريخ كل تطعيم، الخطة لكل تاريخ كل تطعيم. ممتاز. فيوفر عليك الوقت والجهد ان تعرفين انت متى تطعمين بنتك ولا ولدك كتذكير. ممتاز. ويقول لك في هالوقت تحجزي موعد. ونحن بشكل الكتروني اعلنا سابقا عن نظام حصانة ان شاء الله بيطلق قريبا اللي هو خاص بالتطعيم. صحيح. جميل. وبيكون من خلال التطبيق هذا في ميزات كثيرة، وبيكون في تحديث كبير على طفلي اللي هو بيساعد الأمهات من ناحية هذه، وبعد بيكون في جانب الإداري طبعا المدارس بيكون دخول على النظام هذا وتحديث البيانات التطعيم نفسها بعد. ممتاز ممتاز. في كلمة أخيرة حابة تعطيها أستاذ وليد، رسالة، دعوة، نترك لك المجال مفتوح. طبعا ندعو الجميع لمنصة هيئة الصحة بدبي للطلاع على آخر الخدمات، الخدمات الذكية سواء كانت صيدلية ذكية، آخر التطبيقات، نظام سلامة، شو هو نظام سلامة، الملف الطبي الإلكتروني، كيف هذا نقل 1400 ملف لملف إلكتروني. صحيح. عندك نظام ماي تشارت، إذا حبيت تطلعون شو الخدمات اللي موجودة في ماي تشارت، بالإضافة للخدمات الموجودة في ماي تشارت اللي ذكرتها في خاصية القائم بالرعايه، يعني ممكن تضيفين حد من اهل للتطبيق نفسه على اساس ان تتابعين حالته اللي هو كبير بالسن ولا. ممتاز. هذا ممتاز. مواعيد وتطبيق دمي للتبرع بالدم، وعندك بعد نظام سالم، وبعد من خلال منصه حكومه دبي الذكيه للاطلاع على اخر التطبيقات من المزاد الذكي، عندك تطبيق طفلي وحياتي وصحتي. ممتاز. شاكرين لك أستاذ وليد الظهوري رئيس قسم التطبيقات المؤسسية بهيئة الصحة بدبي، نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق، ومن جديد إلى جديد إن شاء الله، ومن نجاح إلى نجاح مع هيئة الصحة بدبي والتطبيقات الذكية اللي فعلا مثل ما أنت تفضلت تسهل على المتعامل رحلته خصوصا في الجانب الإدارة. شاكرة لك وجودك اليوم معنا في الاستوديو، نهارك سعيد. نهاركم سعيد إن شاء الله. احنا وصلنا لختام برنامجكم برنامج صحة وسعادة، ان شاء الله كنا خفاف عليكم اليوم، ان شاء الله راح اتواصل معاكم غدا مع مواضيع مهمة تهمكم وتهمنا ككادر طبي وكادر اداري في هيئة الصحة في دبي. تابعونا غدا في نفس الموعد، فإلى أن نلقاكم غدا. قبل ما أختم أشكر أول شيء عيسى سبيل، أشكرك على كونك اليوم المخرج معاي في البرنامج، ونشكر ميرا الغفلي، وأشكر كل موظف في هيئة الصحة في دبي يعطي من وقته وجهده لخدمة المتعاملين ولخدمة الهيئة. نحن كنا جنود الهيئة وكلنا نعمل لتحسين القطاع الصحي في دبي بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام. فشكر لكم جميعا، وفي الختام أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.